السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان. بالنسبة للموضوع اللي تكلمت عليه الأخ بن عبد الله، يعني صراحة داك لو فوند كاج ضروري، من الأكيد أنه خصو يكون يعني في واحد النظافة يعني يومية. ربما النظافة كتكون ربما كتكون أسبوعية أو لا يومية، شبه يومية، ولكن ضروري من النظافة. إلا تحكمنا في نظافة المحيط ديال الطائر، خصوصا لو فوند كاج والأرضية ديال لا سال ديال الفاج. حتى الأرضية عندها علاقة كذلك، لحقاش كاين بعض الإخوان الأرضية ديال لا سال ديال الفاج كيجهلوا هذا المشكل ديال الأرضية، داك البقايا ديال الزوان وديال الأزبال أعزكم الله، تخليوها في الأرضية ديال الغرفة، وهذا سبب قوي في انتشار الأمراض. كذلك الغرفة لما كانتش معرضة لواحد لا رياسيون يعني معتدلة، أو يعني تهوية معتدلة، كتوقع واحد العملية ديال ارتفاع نسبة الرطوبة في الغرفة، اللي تؤدي في تكاثر يعني بعض الطفيليات أو البكتيريا اللي كتكون في الأرضية ديال لا سال ديال الفاج. ممكن ان الاخوان يكونوا تنظفوا الفوند كاج، ولكن الارضيه ديال البيت ديال التربيه بعض المرات كيتجاهلوا المربي، وهو من الضروري ومن الاهم انه خصو يتغسل، وكذلك اولي يتعقم على الاقل، وتكون واحد النظافه يعني دوريه، لان اثناء ارتفاع نسبه الرطوبه كيرتفع يعني تكاثر البكتيريا، وخصوصا البكتيريا اللي مرتبطه بالكوكسيديا. الكوكسيديا هو يعني واحد المرض من الجنس ديال واحد الفصيلة ديال الإيميريا، واللي كيتصف يعني بواحد الإسهال والتهاب في الأمعاء، وكذلك واحد يعني بعض التقرحات في الأمعاء اللي كتخلي الطائر أنه تيوقع له واحد المشكل، هي عدم امتصاص الأغذية، أو عدم تمكن جسم الطائر من امتصاص الأغذية، وتيكون عندك المشكل ديال الموت البطيء، بحيث أنه رغم لا كونسوماسيون ديال لا نوغيتيغ أو الأغذية، او استهلاك ديال الاغذيه، استسمح لي التعبير، يعني داك الاستهلاك ديال الاغذيه ما تيمكنش انه تيستافد من ديك الاغذيه، وتيوقع له يعني داك التراجع في ديك الدورة الحياتيه ديالو، وربما يصل الى درجه النفوق. لهذا يعني كاينه امور مهمه اثناء العلاج ديال الطيور، وخاصه في لاصال ديال الفاج، هو احترام بعض المعايير، خصوصا معيار التهويه، كذلك معيار إزالة الرطوبة الزائدة. وهذا الموضوع يعني هذا الأسبوع كامل راني مركز على هذا الموضوع ديال الرطوبة، خصيصا أني تناقشت مع الأخ الزهر فيه، ويعني وتم واحد البحث فيه تقريبا الليلة كاملة ديال البحث، بحيث أن الرطوبة هي السبب الرئيسي والسبب الوحيد واللي كيمكن من انتشار البكتيريا والطفيليات بواحد السرعة فائقة، خصوصا الكوكسيديا وكذلك السالمونيل، وكذلك عدم وجود التيارات الهوائية يعني الكوروندير، لأن هذا هو السبب الرئيسي في المشكل ديال الأمراض التنفسية اللي كتصيب الجهاز التنفسي. لهذا إلى تحترمت النقاط التقنية من النظافة واحترام يعني داك لومبيونس ديال الفاج عامة، فمن الأكيد أن المربي ما غاديش يكون بصفة نهائية بحاجة للأدوية أو للمضادات الحيوية، باستثناء بعض المكملات الغذائية، يعني في الزيادة ديال ديك لا بويسونس ديال داك ليلفاج اللي عنده، أو التنشيط ديالو يعني شيء ما. كإضافة يعني لهذا الموضوع هذا اللي تكلمنا فيه ديال يعني انتشار الأوبئة، وخصوصا الكوكسيديا والسالمونيلا وبعض البكتيريا اللي كتصيب الجهاز التنفسي، فهادو يعني هما بعض الأمراض الشائعة في هذه الهواية ديالنا اللي هي تربية الطيور. كذلك ما نحاولوش أننا ننساو بأن التعقيم والغسل يعني الأسبوعي أو لربما اليومي للمشارب والمعارف، هذا يعني شيء ضروري جدا، وكذلك المجاتم، كذلك السلك اللي تيوقف عليه الطير دائما يعقم، ربما كاين اللي تيعقموا بالنار بالشاليمو، ربما كاين اللي كيستعملوا بعض المعقمات، ولكن ضروري يعني هذه العمليات يعني ما يتجاهلهمش المربي، وبهذه الطريقة هذه يعني غادي يكون يعني وصلوا واحد النتائج في محاربة هاد الأمراض الفتاكة اللي كتصيب الطيور ديالنا، لأن راه غالب الطيور، وأنا أؤكد كلامي وأنا مسؤول عن كلامي، غالب الطيور المتواجدة عند بعض الهواة وليس بعض الباحثين، لأن
ربما انا عندي واحد الفرق ما بين الهاوي والباحث اللي كيبحث في الميدان. ربما الهاوي تيكون متعلق بالطيار ديالو، والباحث تيكون ربما اقل يعني تقيد بديك العلاقه ديالو بالطائر ديالو، اكثر من لانه تيبحث على النتائج الايجابيه للتربيه يعني المثاليه. يعني اغلب الهواة راه مرض الكوكسيديا، وانا اؤكد كلامي مره اخرى، مرض الكوكسيديا كيتعايش هو في الصالمونيلا مع الطيور ديالهم، وكذلك مرض الكبد طول الحياه ديال الطائر، وربما ما ينتبهلوش المربي. حتى كتوقع ديك المساله ديال يعني الصغار ربما تصاب بالعدوى او ربما تموت، باستثناء بعض المربين اللي كيعتبروا انهم في نفس الوقت باحثين. وشكون هو الباحث؟ راه ماشي هو الانسان اللي دارس او لا عنده علم او لا بيطري او لا او لا او لا كذا ولا كذا، وانما الباحث هو اللي تيسول دائما. لهذا يعني هذا هو السبب اللي خلينا نطلبوا من بعض الاخوان التفاعل وطرح بعض الاسئله، باش حنا نحاولوا نسولوا الناس اللي قبل منا واللي تيعرفوا، ونبحثوا في بعض المواقع كذلك، ونبحثوا عند بعض البياطرة اللي عندهم ربما شبه معرفة على هذه الطيور، باش نتوصلوا لبعض النتائج. ودائما بالبحث والاجتهاد راه كاينه نتائج. فيعني بالنسبة للفاج اون جينيرال، الى هضرنا على للفاج، نهضروا على للفاج ديال لي فولايبس في صفة عامة، يعني وحتى الطيور اللي داخلة في لي فولاي، يعني في الطيور. يعني كان اعتقد في 2007 كنت درت واحد الفورماسيون في اكادير، وكانوا جاو واحد دي تكنيسيان اوروبيان من فرنسا ومن المانيا، وواحد دو تكنيسيان من البرتغال، وكاين بعد يعني دي تكنيسيان افارقه يعني من افريقيا، حتى هما جاو باش يحتكوا بهم، باش يعني حتى هما ياخذوا يعني بعض المعلومات، ياخذوا بعض التعاليم ديال الاسس ديال التربيه بصفه عامه، خصوصا في ميدان الدواجن. بحيث انني يعني كنت تكلمت مع واحد تقني واكد لي بان بالنسبه لجميع انواع الطيور، وكنت انا ديك الساعه ما عنديش واحد الاهتمام كبير يعني بهذه الطيور المغرده، ولكن يعني جات منه هو المبادره انه ذكر لي من اصغر طائر واللي هو الطيور المغرده حتى الاكبر الطيور اللي هي النعام، وتكلم لي على الفاج ديالهم بصفه عامه، وتكلم على اهم شيء في الاسس ديال التربيه والنظره لتجنب الامراض. يعني جوج حوايج اللي مهمه اكثر، اللي كتلعب الدور الاهم في يعني في التربيه. الموضوع الاول هو التيارات الهوائيه، يعني احترام ديك التيارات، لما يكونوش تيارات هوائيه مباشره اللي تصيب اي نوع ديال الانواع ديال الطيور كيف ما كان النوع ديالها، لانها سبب رئيسي في الامراض التنفسيه. لذلك يعني وضروري تكون فاتحات للتهويه، ما يمكنش تكون لا صال فيرمي بصفه نهائيه بالنسبه لجميع الطيور، رغم تكون ان سيستيم دا شوف مو يعني ديال السخونيه، ولكن تكون الفتحات ديال التهويه، وتكون ديك التهويه يعني لا سيركيلاسيون دار تكون ضروريه في الغرفه، باش على الاقل تحاول حتى داك الهواء ربما تيحل دون انتشار البكتيريا، ويعني والوقوف كجدار امام ديك البكتيريا. كذلك ركز لي على الشيء الثاني والاهم، هي الارضيه ديال الغرفه. الارضيه ديال الغرفه كتبقى اهم شيء في التربيه، لان هي السبب الرئيسي في انتشار البكتيريا والتكاثر ديالها. اذا كانت الارضيه يعني معقمه، بحيث انه قال بان ممكن تصطدم في الزنقه او لا في السوق ديال الدجاج او لا في شي مكان، وتجيب معك المرض عن بعد كيلومترات طويله وتدخلوا الغرفه. لهذا ضروري يعني التعقيم ديال الارضيه ديال الغرفه. وطرق التعقيم راه يعني سهله، يعني ببعض المطهرات اللي كتعقم الارضيه. فيما يخص بالنسبه حنا كنتكلموا الموضوع ديالنا هو الطيور، فما فيها بس الا عقمنا حتى داك لو فوند كاج كما قال السي توفيق بن عبد الله. كذلك يعني وضع فورشات في ديك لو فوند كاج، يعني ربما تكون من الرمل، ربما تكون من الاوراق الجرائد اللي تبقى تغير، باش تسهل حتى العمليه ديال التغيير ديال الاوراق ديال الجرائد، وكذلك تعقم مره ما فيها بس. يعني بعد هذه المعاملات البسيطه هي اللي كتخلينا كنتجنبوا على الاقل استعمال الادويه ولاتاكمون ديال لي مالادي، يعني في بواحد السرعه، يعني حتى لو جا شي حاله مرضيه نتمكنوا من التصدي لها بكل بساطه، ومت يعني ما تنتشرش بواحد السرعه كانتشار النار في الهشيم. كيف ما سبق وتكلمت على الارضيه ديال لاصال ديال الفاج،
فمن المحظور ان المربي انه يكون عنده الارضيه تكون مبتله بالماء ومختلطه مع البقايا ديال الغذاء. بعض الاخوان يعني عن غير قصد تيبقى يسقط منهم داك البقايا ديال الزوان في الارض وكيبتل بالماء، وهذا يعني مشكل في حد ذاته، لان ديك الرطوبه اللي كتصيب هذاك البقايا ديال الغذاء كتصيبه بتعفنات، وزيادة نسبة الرطوبة فوق المستوى أو فوق المعدل كتخليه يعني الطيور كتكاثر عليهم البكتيريا وتتصابوا ببعض الأمراض. كذلك بالنسبة لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة ويعني وهذه الأشياء متعلقة ببعض. بالنسبة للطيور يعني فاش كترتفع نسبة الرطوبة، وهذه نسبة الرطوبة يعني معظم المربين ما تنتبهوا لهاش، فاش كترتفع دون يعني المعقول فوق المستوى كتكون هي سبب رئيسي في انتشار الأمراض، وحتى لو كان شي طير مريض وما بينش فيه الأمراض كتظهر فيه العلامات ديال المرض. وهذه يعني من المسائل اللي كتظهر في الرطوبة. كذلك الانخفاض ديالها فوق المعدل يعني ما تضرش بواحد الشكل كبير، لأن كيف ما سبق وتكلمنا الطائر هو من الطبيعة ديالو التأقلم مع الجو والتأقلم مع داك المكان اللي كيعيش فيه، يعني هذه في الفطرة ديالو. ولكن يعني كنا تحدثنا انا وياك في واحد الموضوع، بحيث كنت قلتي لي بالحرف حنا كنربيو جوج الانواع ديال الطيور في مكان واحد، وهذه راه دي كونسي، وهذه هي الكلمة اللي خلتني انني نعيد التفكير 100 مرة ونسهر الليلة كاملة في البحث. وان صراحة هذا الكلام على صائب، لان بعض الاخوان اللي تيربيو الحسون والعصفور والطيور اللي كتواجد يعني في الطبيعه تربيو مع الكناري، بخلاف ان كل واحد في الانواع كيتطلب واحد النوعيه ديال الرطوبه، بحيث ان الكناري بحكم يعني الطبيعه ديالها هي كتفضل الاماكن الرطبه، خصوصا نسبه الرطوبه اللي كتكون ما بين 65 من 60 حتى 65%. كاين بعض الأجهزة اللي كترفع نسبة الرطوبة، والناس اللي في المدن الساحلية ما غاديش يحتاجوها. الرطوبة دائما متعلقة بدرجة الحرارة، كل ما ارتفعت درجة الحرارة وكانت واحد النسبة المياه في الغرفة راه كيوقع واحد العمل ديال التبخر وكتطلع نسبة الرطوبة. أما بالنسبة للحسون خصوصا الحسون فهو ما تيحتاج الرطوبة بقدر ما تيحتاج يعني الاعتدال، أو لا يعني تكون منخفضة شيئا ما من الرطوبة، وتتلعب دور كبير في لافيرتيليتي ديالو، وكتلعب دور كبير في النمو ديال الفراخ بصحة جيدة ديال المقنين. وكذلك يعني سبق في واحد الحوار كنت سمعته ديال الأخ حسين الخوادير في اليوتيوب على ما أظن، كان تكلم على واحد الجهاز اللي كي أبسورفي ليميديتي، وهو مهم يعني في التربية ديال الحسون لأنه تيفرخ الحسون. فأثار الانتباه ديالي داك الفيديو مع الكلام ديال الأخ الزر مع الكلام ديال الأخ عزيز، لأن حتى الأخ عزيز كنا تكلمنا ديجا شحال هادي على لا بوزيسيون اللي حط فيها الطيور ديالو منهم الشمس، بحيث انهم ما يتعرضوش لواحد الرطوبه. الحمد لله تم الاستنتاج هو ان المقنين من الاساسيات ديالو، يعني من بعد التاقلم ديالو في القفص طبعا وبعد يعني الدريساج ديالو كما قال الاخ عبد اللطيف ادب، يعني من الاساسيات هو يعني الانزال ديالك النسبه المرتفعه ديال الرطوبه اللي كتلعب دور كبير يعني في اللف التغريد ديالو، ولا كذلك حتى في لافيرتيليتي والتزاوج. بالنسبة لهذا الموضوع ديال الرطوبة واللي هو كذلك متعلق بدرجة الحرارة، فكاين بعض الأجهزة اللي كاين لي ديزيميديفيكاتور اللي كتحيد الرطوبة الزائدة، وكاين لوميديفيكاتور اللي تزيد نسبة الرطوبة. صراحة حبذا لو أننا نفرقوا المقنين يكون في إنصال والكنار يكون في نتخصال، ربما كان أفضل. واللي ما كتوفرش عنده الامكانيات يعني يحاول ممكن انه يوازي ما بين المقنين والكناري ويخلي الرطوبه معتدله، يعني تلعب ما بين ديك 45 50 باش ما يكون لا نقصان ولا زياده، يكون يعني في الوسط، وخير الامور اوسطها باش حتى الطائر راهو تيتاقلم من طبيعته كيتاقلم. غير هو فاش كنرجعوا يعني لوبتيماليتي، يعني كيما نقولوا بالعربيه يعني داك يعني ديك الجودة، أو لا كيف ما تنقولوا حنا ديك الاستقرار في الحياة ديال الطائر، ضروري خصنا نوفروا له بعض المسائل الضرورية من الحرارة ومن الرطوبة، وكذلك الإضاءة اللي ما تكلمناش عليها، والإضاءة اللي عندها علاقة كذلك بالتفريخ وبالتزاوج ودخول الطائر في فترة تغيير الريش والمراحل اللي كيدوز فيها الطائر
عندها علاقة بداك الكليراج، وربما الإضاءة الطبيعية كانت أفضل اللي كانت كتوفر يعني منافذ لدخول الضوء الطبيعي كان أفضل. وبطبيعة الحال أشعة الشمس راه من الضروري أنها تدخل الغرفة، لأن هي المعقم الأساسي ديال الغرفة، بحيث أن أشعة الشمس ماشي من الضروري أنها تقيس الطائر. وهذه المعلومة كنت استمديتها من الأخ أنس العلوي على ما أعتقد، وكان سلم عليه من هذا المنبر، اللي كان تدخل واحد النهار وتكلم على القضية ديال يعني الشمس تدخل الغرفة، وتأكدت منها من بعد الإخوان الآخرين، ويعني وضروري نتعقم من الغرفة عن طريق الشمس. كنا تنقول واحد المقولة يعني في المدرسة في الصغر، البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. يعني كاين بعض المعاملات البسيطة اللي ممكن أن نتعامل بها في داك ليفاج ديالنا، اللي ما تخليناش أن بصفة نهائية نعتمدوا على الأدوية ونعتمدوا على المضادات الحيوية، خصوصا المضاد الحيوي. بالنسبة للمربي، آخر حاجة اللي خصو يوصلها هي المضاد الحيوي. بعض المربين يعني صراحة تيسول على أقوى مضاد حيوي، هذا من الخطأ، لأن في البرانسيب ديال المضاد الحيوي لا بالنسبة للإنسان ولا بالنسبة للحيوان، ضروري الإنسان خصو يقلب على أبسط يعني مضاد وأبسط دوزاج وأبسط مضاد يكون كونسونتري دي كونسونتري، يعني ما يكونش مركز، لأن راه يعني دي كونسي أن الإنسان يبقى يستعمل المضادات بواحد الشراهة بواحد اللهفة، لأن راه داك العمر الافتراضي كما كان تيقول الأخ عزيز، ديك القضية ديال 12 عام 14 عام ديال الطائر ما تيوصلهاش بعد يعني هاد المضادات وهاد المسائل هذه. فحبذا اننا اللي احترمنا الكونديسيون ديال الفاج بصفه عامه، راه ما غاديش نوصلوا لاستعمال المضاد الحيوي الا في الحالات الطارئه والحالات الفرديه، يعني المضاد يبقى كاحتياط في حالات فرديه يتستعمل، ما يتستعملش للقطاع كامل. بهالطريقه نكون حققنا المعادله ديال يعني واحد ليلفاج بصحه جيده. بالنسبة للطيور اللي كتطلب الرطوبة أكثر، كيف ما سبق وذكرتي الأخ سي محمد الزهر، أنا راه تنقل غير الكلام ديالك باش ما ننسبش شي حاجة لراسي، وإنما هي معلومات صحيحة، هذا هو الأهم، سواء كانت مني أو منك أو من بعض الإخوان، المهم تكون صحيحة. هو أن الطيور اللحمية هي الأكثر اعتمادا على الرطوبة، يعني ما تكونش رطوبة جد مرتفعة باش ما تكونش ضيق في التنفس، يعني 65 كافية بالنسبة للطيور اللحمية. وكذلك بعض الطيور اللي كتكون يعني تعتمد في نسبة الغذاء ديالها بحال المقنين بحال الحبوب وعلى بعض النباتات، يعني هذيك كتكون يعني كتعتمد على رطوبة، ما غاديش نقولوا بأن معدومة، وإنما تكون رطوبة شبه معتدلة، فحبذا يعني توصل ديك 40 35 45 في أقصى حد غادي يكون أحسن. وبالصدفة أنا يعني السنة اللي كان بيضات لي الفاميل ديال المقنين، بالصدفه يعني رجعت لا ميموار ديالي الى الوراء، لقيت بان ديك البلاصه اللي كنت داير فيها ديك لا فيميل كانت فيها 27% ديال نسبه الرطوبه. كان عندي النيغرومتر دائما، انا عندي المسائل معلقه، كانت عندي 27%، وهذيك لا فيميل يعني راه ما كانت لا بريباراسيون، ما كانت شي حاجه. ورجعت للكلام ديال السي عزيز، لانه كان بالحرف نقل لي بانه الطيور ديالو كتحط في واحد المكان ديال فوق السطح اللي ما كان يعني دائما الشمس، ودائما بتواجد الشمس، ما حنا بمكناس نروح عندنا الجو سيك، يعني تواجدات بكل بساطه وبكل سهوله. وربما هذا عامل من العوامل، حنا مجرد استنتاجات يعني ماشي كاختصاصيين، وانما مجرد استنتاجات، فربما هذا من العوامل الاساسيه اللي خص الانسان انه يلعب عليها في الالفاج ديالو. بالنسبة للموضوع اللي كنا كنتكلموا فيه، واللي ركزنا خصيصا على نسبة الرطوبة لأن عندها علاقة بالحرارة وعندها علاقة يعني بداك الأجواء ديال التربية ديال الطيور، فتكلمنا في الأول على السلبيات ديال ارتفاع الرطوبة، يعني أنها تنتشر البكتيريا بواحد السرعة هائلة، ولا كان شي أمراض كتظهر بواحد السرعة هائلة، وكذلك كتأثر حتى على دوك الأغذية اللي تيكونوا في لي مونجوار أو مخزنة داخل الغرفة، زيادة نسبة الرطوبة، وحتى الأدوية اللي كتكون ما كتأثر بالرطوبة اللي كتكون مخزنة داخل الغرفة. وكذلك تكلمنا على التواجد ديالها بالنسبة للكناري بأنها محفزة في داك لا روبروديكسيون، وكذلك في يعني في التزاوج ديال الطيور. بالنسبة للإخوان يعني غادي يقولوا بأن كاين واحد التناقض في الكلام، يعني مرة تنقولوا مزيانة مرة تنقولوا خايبة، يعني إلا زادت فوق القانون، حنا كنتكلموا إلا زادت فوق الحد المرجو، شنو الرطوبة اللي كتزيد فوق الحد المرجو؟ هي فاش كنبقاو نشوفوا الماء في الحيط من الدي،
اذا هنا اولا تكون عندنا واحد الجاج، واحد الجاجه يعني في وسط الغرفه كنلقاوها فازقه، اولا الاقفاص كنلقاهم فازقين هنا كترتفع الحد ديالها، والارتفاع الحد هو فاش كتفوت 65% باش يعرفوا الاخوان النسبه الملائمه. النيجرومتر بواحد 20 درهم ولا 30 درهم يكون دائما في الغرفه معلق، تيعطيك يعني لا ريزولتا اكزاكت، ما تفوتش واحد 65%. كذلك عدم التواجد ديالها غادي ياثر على خصوصا في الفتره ديال التزاوج. علاش؟ لان هي عندها واحد العامل بالنسبه للنمو ديال الفراخ ديال الكناري خصيصا، كتساعد على النمو، كذلك كتساعد على واحد العمليه اللي اهم هي ديك لي دو جوغ الاخيره من لاكوفيسيون الكوف ديال الحضن باللغه العربيه، ديال الحضن ديال البيض للانثى. الانثى ممكن ان في ديك الايام الاولى من الحضن ديالها على البيض ما كتحتاجش الرطوبه بصفه نهائيه، ولكن من الواجب ومن الضروري ان نسبه الرطوبه خصها ترتفع في ديك اليومين الاخيرين. ما هو السبب؟ السبب هو ان ديك البيضه الى ما كانش الرطوبه يعني طالع على واحد المستوى عالي شبه عالي، ما يخرجش من الفلوس، كيبقى الفلوس وسط البيضه، ربما تيتقب البيضه وتبقى تما حتى تيموت. لهذا يعني الانثى من الطبع ديالها هي كتوفر ديك الرطوبه، ولكن في الايام اللي كتكون يعني ساك، يعني مثلا تكون من عدمها الرطوبه في الغرفه، فالانثى ما كتوفرش يعني داك القدر الكافي من الرطوبه للطيور. لهذا يعني واحد المسبح ديال السباحه يكون داخل القفص، الانثى هي راسها كتعرف هي نسبه الرطوبه تلقائيا بالفطره اللي خلق الله عليها، وكتدخل في داك المسبح وكتوفر الرطوبه لذاك البيض. ماشي غير الانثى ديال الكناري، جميع الاناث اللي كيحضنوا على البيض ديالهم سيقوموا بهذه العمليه، وهذه يعني معلومه صحيحه 100% ومجربه. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بجميع الإخوان مربين الطيور عامة. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي موضوع صراحة تيهم واحد العدد ديال الإخوان المربين، اللي هو يعني الاستعمال ديال جهاز رفع درجة الحرارة في يعني في هذه الفترة ديال انخفاض درجة الحرارة، وهذا المشكل يعني اللي تيخلي الطيور أنهم تدخلوا تلقائيا في مرحلة طرح الريش. فالحمد لله يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى يمكننا اننا نوصل لواحد طريقه اننا باش نضبطوا نسبه درجه الحراره بدون دخول الطيور في فتره غيار الريش. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواني، كتشوفوا الطيور اللي في جهوزيه تامه، وبعض الطيور اللي بداوا في بناء العش، وذلك باستعمال جهاز رفع درجه الحراره كما كتشوفوا معايا. الإناث في حالة جيدة، ولكن يعني استعملنا واحد الجهاز زيادة على الجهاز ديال رفع درجة الحرارة، ألا وهو جهاز ضبط نسبة الرطوبة باش ما تيكونش هنالك واحد الخلل في ديك الحالة العامة ديال التربية ديال الغرفة ديال الطيور عامة. فضروري وبالأكيد أن درجة الحرارة خصها تكون بصحوبة بجهاز ضبط نسبة الرطوبة، لأن جهاز رفع الحرارة هو اللي يمكن من عدم تواجد تبخر المياه في الجو، وبهذا الشكل هذا يدخل الطائر تلقائيا في مرحلة طرح الريش تلقائيا. كيف ما كتلاحظوا معايا إخواني، هذا هو الجهاز اللي تكلمنا عليه، جهاز فعال، يعني الجهاز اللي يرفع نسبة الرطوبة، هو لأن في مرحلة التوقف لأن نسبة الرطوبة ولات مضبوطة 65%، ولكن ملي كتنزل نسبة الرطوبة على 60% فهو تيشتغل تلقائيا، وتيمكن الطيور من يعني من التواجد في واحد الحالة ديال إلفاج، أومبيونس ديال إلفاج ستابيليزي يعني مستقرة، باش تيتمكنوا من الدخول في مرحلة الإنتاج وبطريقة اللي ما كتصدرش بالصحه ديالهم، ما كتخليهمش انهم يدخلوا في مرحله طرح الريش. فهذا الجهاز هذا لازم يكون عند كل مربين. شكرا لجميع الاخوان، والى فيديو لاحق ان شاء الله بحول الله.